موجز لاهم الانباء اهلا بكم قال المبعوث الامريكي الخاص الى اليمن تيم ليندر ان واشنطن ملتزمه بتوسعه الهدنه في اليمن بحلول الثاني من اكتوبر المقبل مؤكدا ان ذلك يستدعي من ميليشيا الحوثي التحلي بالمرونه وتقديم تنازلات حذر الوسيط الامريكي في مقابله مع قناه الشرق من اي عوده للحرب في هذه المرحله مشيرا الى ان ذلك سيقوض كل التقدم الذي احرز كما سيؤدي لالحاق المزيد من الدمار بالبنيه التحتيه وتفاقم الازمه دعا الاتحاد الاوروبي الى وحدة مجلس القيادة الرئاسي في هذا المفترق الذي وصفه بالحاسم مؤكدا اهمية تعزيز وتوسيع الهدنة لمصلحة جميع اليمنيين. جاء ذلك على لسان سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن خلال لقائه عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي الذي يراس ايضا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من التحالف. ومنذ اكثر من شهر لم يعقد مجلس القيادة اي اجتماع اثر تصاعد الخلافات بين اعضائه على خلفية احداث شبوه وابين واستحواذ الانتقالي على قرارات التعيين الاخيره في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تدعم اتفاق وقف إطلاق النار باليمن وتمديده مطالباً برفع ما أسماه حصار اليمن. بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا، أكد عبد اللهيان خلال لقائه وفد الحوثيين التفاوضي دعم طهران للشعب اليمني في إشارة إلى الميليشيا. من جهته اتهم الناطق باسم الميليشيا محمد عبد السلام الحكومة والتحالف بعدم تنفيذ العناصر الأساسية لوقف إطلاق النار، معتبراً أن تحقيق ما وصفها بالقضايا الانسانيه ضروري لدفع اي سلام عادل في اليمن اتهمت منظمة حقوقية ميليشيا الحوثي باحتجاز 400 طفل بمدينة الصالح شمال شرقي تعز داعية الى الافراج الفوري عنهم واعادتهم الى اهاليهم. ذكرت منظمة ميون لحقوق الانسان انها تلقت بلاغا من والد الطفل عبد الله علي ابو زيد احد ابناء مديرية الحشا بمحافظة الضالع يفيد باختطاف نجله وتجنيده بعد نقله الى تعز واوضحت ان الطفل المختطف يتواجد ضمن 400 طفل تجري تهيئتهم في معسكر استقبال بمدينة الصالح تمهيدا لنقلهم الى مركز تدريبي تابع للميليشيا في دمار شنت الفصائل المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من التحالف حملة اعتقالات ودهم استهدفت أبناء محافظة البيضاء في عدن ولحج ذكر الناطق باسم مقاومة آل حميقان عامر الحميقاني أن قوات الحزام الأمني التابعة للانتقال شنت حملة اعتقالات ودهم واسعة للنازحين من أبناء ومقاومة آل حميقان في عدن ومديرية الحد يافع بلحج مشيرا إلى أن الحملة طالت أفرادا في المقاومة ومواطنين دون أسباب واضحة نهايه الموجز الى اللقاء